السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب إخواني وأحبابي في الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. ودايما الواحد في هذه اللقاءات بيستشعر الفرح الشديد جدا وبيبقى فرحان باللقاء ده. يعني والله يا جماعة ما تعرفوش اللقاء ده غالي عندنا قد إيه. ولو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين 1,000,000 جنيه لاخترت بلا تردد هذا اللقاء. والله يعني يا شباب انتوا دم قلب الاسلام واغلى ثروه في الدنيا كلها، واكتر حاجه لو النبي عليه الصلاه والسلام جه مش هيفرحوا قدكم. والله قد الناس، الشباب المقبل على طاعه ربنا، المقبل على نصره شريعه ربنا، المقبل على امتثال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتوا غاليين عندنا يا شباب، عشان كده يعني لازم ندعي لكم في الاول كده ونقول لكم دعوه كده بتحبوها يعني دايما، ونقول لكم ربنا يجوزكم يا شباب. ايه يا عم انتوا متجوزين ولا ايه؟ انتوا في الجامعه بتبقوا مصهللين، انتوا مكسوفين هنا ولا ايه؟ ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ولا مش كله في الجامعه؟ يلا ربنا يسددكم ويحفظكم ويفتح عليكم يا رب، ويبارك في اهل اسكندريه اجمعين، ويجعل هذه البلدة دايما عامرة يا رب بحب الإسلام ونصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك فيكم، وبعد ربنا يجوزكم يا شباب الدعوة التانية الحلوة، بالذات الأيام دي أيام الامتحانات، ربنا ينجحكم يا شباب يا رب من غير ولا مادة يا رب. عارفين اللي قال لزميله روح هات لي النتيجة وقولها لي على البيت، فقال له طيب البيت والدك ووالدتك يعني ما ينفعش اقولها لك كده من غير اي سين بيني وبينك، يعني لو لقيتك شايل مادة اقول لك ايه؟ قال له لو لقيتني شايل مادة قول لي محمد بيسلم عليك. قال له طب لو طلعوا مادتين؟ قال له قول لي محمدين بيسلموا عليك. فشوية واتصل بيه امة محمد كلها بتسلم عليك. فانتوا يعني أمة محمد كلها بتسلم عليكم، بس ان شاء الله وانتوا ناجحين باذن الله. واخواني في الله لو في نمل وفي سكر، النمل هو اللي يروح للسكر، عشان كده في اي مكان انتوا فيه احنا اللي هنجلكم، احنا النمل وانتوا السكر. ربنا يسددكم ويفتح عليكم وينصر بكم الاسلام وينصر بكم شريعة يا رب. اما بعد تحبوا نتكلم في ايه بقى؟ يعني خلينا ناس ايه؟ يعني خلينا ناس كده ايه؟ يعني تحبوا نتكلم في ايه؟ ممكن نتكلم عن الجنة؟ ها؟ مين اللي موافق؟ وممكن نتكلم عن علو الهمة، وعلو همة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس بدأت ترفع إيديها في الموضوع ده، وممكن نتكلم ده عن التالت ولا علو الهمة؟ الله أكبر، الناس يا عم الناس عايزة تسخن، وممكن نتكلم عن النار. ايه رايكم نتكلم عن النار يا جماعه؟ ربنا يبقى حدش مفيش حد موافقه خالص. طيب نتكلم يا اخواني عن علو الهمه اللي يعني ربنا يسددكم. فعلا الموضوع ده خطير جدا، والموضوع ده فعلا في بيت ربنا وفي بلد عظيمه زي اسكندريه، بلد عالميه يعني، بلد مش على قد مصر يعني، يعني المفروض همم اهلها تبقى همم على قد نصره الاسلام في العالم، لان يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الوقت بيعتادوا عليه فيلم في امريكا، ربنا ينصر دينه ويعز نبيه عليه الصلاه والسلام. فالنبي خارج مره لقاه واقف، فقال له سالني يا ربيعه، اطلب حاجه يا ربيعه. تخيل محافظ الاسكندريه بيقول لك سالني اطلب اللي انت عايزه، هتطلب شقه من الحكومه مجانيه، هتطلب محل تبدا بيه مشروع في حياتك، هتطلب اعانه تبدا بيها مشروع. تخيل رئيس الدوله بيقول لك سالني. ربيعه يا شباب كان من اهل الصفه، ربيعه يا شباب لو كلكم روحتوا لبيتكم وما عندوش بيت يروح ليه، ربيعه يا شباب ما كانش عنده حتى حذاء يلبسه في رجليه، من اهل الصفه اللي هو كان يا دوبك لا يملكون الا ازار ورداء، ضيوف الاسلام. ربيعه يا شباب ما كانش متجوز لانه لا يجد ما يتزوج به، ربيعه يا شباب لو ما حدش عزمه على العشاء ما هينام من غير عشاء لانه كان لا يملك قوت يومه. ربيعه النبي بيقول له سالني يا ربيعه، فاذا بالاجابه العجيبه، الاجابه اللي مليانه علو همه، الاجابه اللي مليانه يقظه، اسالك مرافقتك في الجنة. يا نهار ابيض، في همم كده يا اخواني، في همم كده يا رجالة،
في همم كده أسألك مرافقتك في الجنة. إيه الهمة دي يا ربيعة؟ النبي قال له أو غير ذلك عليه الصلاة والسلام، يا ربيعة اطلب من أي حد يديك أوضة تسكن فيها، اطلب إن أنا أشفع لك عند حد يجوزك بنته، اطلب إن أنا أديك فلوس تاكل، اطلب إن أنا أجيب لك حذاء تلبسه في رجليك يا ربيعة، أو غير ذلك. قال والله لا أسألك غيرها، هي دي حلم حياتي يا رسول الله، هي دي لما بحط راسي قبل ما بنام بحلم بيها يا رسول الله، ان انا ابقى معاك في الجنة، ان انا ابقى من اهل الفردوس الاعلى. عارفين يا شباب بافري هيلز، بافري هيلز في القاهرة مكان مليان فلل، تروح للغفير بتاعه تقول له الفيلا دي بكام، يقول لك بخمسة مليون، والفيلا دي بعشرة مليون، والفيلا دي بثمانية مليون. ليه يا عم ده الفيلا بالبنى بالارض اللي اتبنت عليها ما تجيبش نص مليون؟ يقول لك لا اصل انت مش فاهم، ده انت جارك من الناحية دي الوزير الفلاني، وجارك من الناحية دي الاعلام الفلاني، وجارك من الناحية دي رجل الاعمال الفلاني. تقول اه يبقى ده مش تمن الفيلا، ده تمن الجيرة. يا شباب إذا كان هذا ثمن جوار مخلوق في الدنيا، فما ثمن جوار رسول الله في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام. قال له أسألك مرافقتك في الجنة. على أهم يا شباب، مين فيكم كده يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يروى قاعد مرة في المعسكر كده في جهاد مع الصحابة، فكي جاسوس من المشركين وبدأ يتلصص عليهم، فلما بدأ يتلصص اتكشف، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض الجنة في مزاد علني. الجنة عرضت في مزاد علني كذا مرة في السيرة يا جماعة. لما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال من يردهم عنا وله الجنة، الصحابة قطعوا نفسهم أمام سيوف المشركين عشان عرض الجنة في مزاد علني. الجنة عرضت في مزاد علني المرة دي برضو، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من يأتيني به وله الجنة. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وله الجنة، أول ما النبي قال إن العمل ده بيجيب الجنة، الصحابة انبعثت قوام طاقات رهيبة. طلع ثلاثة يجروا ورا المشرك، طلع واحد معاه فرس زيه زي المشرك، وطلع صحابي معاه ناقة أقل سرعة، وطلع صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثالث، لا معاه فرس ولا معاه ناقة ولا معاه أي حاجة، ولكن كان صحابي في غاية السرعة. طلعوا التلاتة يجرم ورا ذلك المشرك. بعد شوية اللي معاه ناقة يئس، قال لك أنا لا يمكن أحصله، والمشرك طبعا بيدعى يتقتل لو اتمسك، فطاير على طول. شوية واللي معاه حصان بدأ يتعب وبدأ يحس إنه مش هيحصله، والصحابي اللي طالع على رجليه كل ما يجي يتعب كل ما يجي يقع في الأرض يقول إيه ده؟ إنها الجنة يا سلمة، إنها الجنة يا سلمة، قم يا سلمة. كان سلمة من الأكوع رضي الله عنه، كان صحابي معروف بقوة سرعته، كل ما يجي يقع إنها الجنة يا سلمة. مين يا جماعة؟ مين يا شباب؟ لما بيتعرض لموقف فتن، لما بيبقى قاعد على النت ويلاقي فجأة كليكة جات له، هو عارف لو ضغط عليها يفتح ايه، وهو قاعد قدام قناة بزرار على الريموت يدخل الجنة وبزرار يدخل النار. يا جماعة ما في قنوات ما انتش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده لما تدخل عليها. مين يا شباب لما بيتعرض عليه فتنة بيقول انها الجنة، انا لازم اصبر عشان الجنة، انها الجنة يا سلمة. شوية واللي معاه حصان يئس، وفضل المشرك بالحصان بتاعه وسلمة ابن الأكوع على رجليه. المشرك بعد فترة بص وراه ملقاش حد، لقى شجرة امربت فيها الحصان وقعد يستريح اخيرا، وسلمة ما بيقعدش، انها الجنة يا سلمة. طلع سلمة يجري لقى المشرك من بعيد، فطار وانقض عليه وهو يطوقه بذراعه ويقول تعال يا جنتي، تعال يا جنتي. وهو راح المشرك بيقول له تعال يا ايه يا جنتي، مين اللي وهي بتلبس حجاب امهات المؤمنين ونازله الجامعة الصبح تقول تعالى يا جنتي؟ مين يا جماعة؟ وهو رايح المسجد كده في صلاة الفجر، ومعظم الناس نيام للأسف، يقول للمسجد تعالى يا جنتي. مين يا شباب اللي هو مروح قبل ما ينام وبيقرأ ورد القرآن بتاعه، او بعد الفجر بيقرأ ورد القرآن يقول للمصحف تعالى يا جنتي؟ مين يا اخواني اللي مقدر قيمة اخوه وصحبة اخوه، نازل الجامعة يلاقي اخوه بيضحك له كده هيتصاحبه في العمل الصالح وفي الدعوة الى النهاردة، يقول لاخوه تعالى يا جنتي، تعالى يا جنتي. يا اخواني في الله، علو الهمة يا شباب،
عارفين معاذ بن عفراء اللي قتل ابو جهل في غزوة بدر وهو لسه طفل؟ معاذ كبر يا شباب وبقى راجل واتجوز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصل سن الزواج في حياة النبي، فبدأ يعني يتصدق بكل ما يملك في سبيل الله. فزوجته كلمت اخواتها، يعني خلاص هو بقى عنده اولاد ولازم يعين حاجات، فكلمت اخواتها، فاخواتها بيكلموه قال لهم كلمة غريبة قوي، قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم أبت نفسي، أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. أنا عايز أعمل حجاب بينه وبين النار في أي حاجة. عارفين يا شباب قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ عارفينها يا شباب؟ ها؟ معقولة؟ يا نهار أبيض. طب نسأل السؤال تاني أحسن، أنا مش مصدق نفسي. عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ ده الواحد بيفخر بهذا الصحابي في كل مكان. يا جماعة عبد الله بن حذافة يا جماعة، الصحابة اللي بنتعلم منهم علو الهمة يا إخواني. يا جماعة قريت مقال زمان كان في الأهرام تقريبا، كان اسمه ماذا لو كانت أهرام مانشستر. كان الراجل بيقول لك الأهرامات دي مش موجود زيها في العالم كله اللي في مصر. قال لك الأهرام دي لو كانت عند إنجلترا في مانشستر كانت إنجلترا كسبت مليارات سنويا من وراها، وإحنا مش عارفين نكسب من وراها. فقلت سبحان الله، ماذا لو كانوا صحابة مانشستر، لو كان أصحاب النبي دول بتوع تاريخ إنجلترا وأمريكا، والله كانوا سوقوا للعالم كله للانبهار بيهم. احنا مش عارفين قيمة اصحاب النبي يا جماعة. الشباب مبهور بسيلفستر ستالوني وبيلعب لعب ميدن شاينا، اصلا مش مبهور بالبراء ابن مالك اللي كان بيرمي نفسه من ورا الحصن عشان يفتح الحصن من جوه. الشباب مش مبهور بجين فوندا ولو غسلت وشها وشعرها محدش هيبصلها. ما هوش مبهور باسماء بنت ابي بكر اللي وهي عندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع كانت بتطلع ساعة ونص على الجبل عشان تودي للنبي في الهجرة هو وسيدنا ابو بكر الطعام. الشباب مشهور يا جماعة بليوناردو دي كابريو، مشهور يا جماعة، مبهور يا جماعة كريستيانو رونالدو، مبهور يا جماعة، رغم ان هو ممكن يكون لعيب كرة برا الملعب، ممكن ما يكونش عنده اي موهبة تانية في الحياة. ومش مبهور بأسامة بن زيد، اول قائد وعنده 17 سنة خرج لقتال الروم. يا جماعة احنا عندنا صروات، بس احنا فعلا يا جماعة احنا بنفكر في ايه والصحابة كانوا بيفكروا في ايه؟ احنا عايشين عشان ايه وهم كانوا عايشين عشان ايه؟ عبد الله بن حذافة السهم يا شباب كان صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش الاسم ده، زي ربيعة بن كعب الاسلمي، زي عبد الله بن رواحة. ما تنسوش يا جماعة ابطالنا، ما تنسوش نجومنا يا جماعة، ما تنسوش الانوار اللي بتنور لنا حياتنا يا اخواني، ما تنسوش اللي ضحوا بحياتهم عشان انا وانت نطلع مسلمين، ما تنسوش اللي نشروا الدين في الارض في 25 سنة. الصحابة دول حاجة غيرنا يا اخواني. الصحابة دول كانوا ناس عايشين على الاسلام، عايشين عشان الاسلام، عايشين ابطال بالليل وبالنهار. عبد الله بن حذافة السهمي كان بيقاتل الروم ايام عمر بن الخطاب، اسروا الروم دخلوه في سجن في بلاد الروم. ملك الروم هيتجنن، هما المسلمين دول انس ولا جن؟ هما المسلمين دول ايه؟ ازاي مش عارفين ننتصر عليهم؟ ده احنا اكتر عدد وعدة وكل حاجة. هاتولي مسلم من السجون بتاعتنا من الاسرى كلمه اشوف دول انس ولا جن. قالوا له ده احنا عندنا صحابي من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم صحابي من اصحاب محمد هاتولي. جابوا له عبد الله بن حذافة. انا عايزك تتخيل حبيب قلبي ان انت اللي داخل على ملك الروم. انا يا اخواني عايز نتخيل، هل ده السبب بتاعنا احنا؟ عبد الله يتعرض عليه الوقت كل الفتن اللي دم قلب الاسلام شباب الجامعات، كثير منهم بعد عن الدين بسببها. شوفوا يا اخواني الثبات، شوفوا يا اخواني البطولة في الثبات. ملك الروم اول ما شافه فبيحسب القصة سهلة، قال له اترك دينك واتبع ديني واطلق سراحك. يلا عايزين نمشيك نمشيك، بس اتبع ديني واترك دينك. هو مش عارف يعني ايه مسلم اوريجينال، مش عارف خريجه مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن حذافة طبعا حاجة تضحك. فملك الروم بدأ يساوم يساوم ويتراجع لحد ما وصل معاه قال له اترك دينك واتبع ديني واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر. قال له تعالى وانا قعدك جنبي نهوت، هو انتوا ايه؟ محدش منكم بيتخلى عن دينه؟ الوقت في جنوب شرق اسيا ممكن مسلم يتخلى عن الاسلام ببنطلون جينز. الوقت في افريقيا ممكن تلاقي بلد بيخدوا الناس بعيد عن الاسلام بدراهم معدودة. يا اخوانا المسلمين وصلوا لايه؟ عبد الله قال له والله اسمع بقى الكلام بقى المنور بقى، والله
لو أعطيتني ملكك، ملك يا أبو ملك، ملك إيه ده كلها فانية. امبارح كنا في زيارة المقابر أنا ودكتور عبد الرحمن، كنا بندي درس في طنطا والمسجد جنب المقابر، قمنا قايلين للناس بقول لكم إيه، إحنا هنقعد نتكلم في المساجد، يلا يا عم نطلع رحلة للمقابر بعد الدرس. طلعنا على رحلة للمقابر، دخلنا يا جماعة كل حاجة صمتة يا اخوانا، بقول للناس يا اخوانا اوعوا تتخروا بالمسجد اللي انتوا شايفينه، انتوا شايفين سكون بس ما فيش سكون، ده كل قبر من دول يا روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار، انتوا شايفين سكون بس النعيم اللي هنا ما فيش مثيل له على وجه الارض، والعذاب اللي هنا ما فيش له مثيل على وجه الارض، انتوا شايفين مساواة، القبور جنب بعض ولكن الفارق ما بين الناس دي وبعض زي الفارق ما بين السماء والارض، انتوا شايفين عدد قليل ولكن الناس اللي هنا اكتر من الناس اللي في البلد كلها، لو كانت الجثث لا تتحلل ولا تصير تراب وكنا بنفتح القبر نلاقي كل الجثث اللي اندفنت، كانت الناس اتفزعت من الاعداد اللي هنا. اوعوا تتغروا يا جماعه باللي انتوا فيه. قلت لهم احنا دخلنا هنا بمزاجنا في الوقت اللي حبينا ندخل فيه، وهنخرج بمزاجنا في الوقت اللي عايزين نخرج فيه بإذن الله، ولكن افتكروا ان في لحظة هندخل هنا غصب عننا ومش هنخرج غير يوم القيامة، وهذه القبور الله اعلم بقى روضة ولا حفرة. فقال له عبد الله بن حذافة، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. مين فيكم يا شباب يقول الكلمة دي؟ يقول لو ادتوني الدنيا واللي فيها، لو ادتوني مدع الدنيا واللي فيها عشان ابص بص حرام، عشان ابص لمتبرجة، عشان ادخل على موقع اباحي، عشان اتفرج على قناة كليبات، عشان اقف واقف واقف حرمها الله، عشان اخد جرعة مخدرات، عشان اصاحب صاحب سوء ينهاني عن طاعة الله، عشان اتبرج وابعد عن حجاب امهات المؤمنين، والله لا يمكن ولا طرفة عين. مين فينا يا امة محمد دينه غالي عنده كده؟ ديننا ليه ما عادش غالي عندنا؟ ليه ما عادش الاسلام غالي على قلوبنا وفي حياتنا؟ عبد الله بن حذافة ملك الروم قال له اذا اقتلك يا عم اقتلني، اقتلني هبقى شهيد في سبيل الله. قال لهم علقوه واضربوه بالسهام داير ما يدور حواليه بس اوعوا تصيبوه، احنا مش عايزين نموته، احنا عايزين نكسره، عايزين نكسر عزه المسلم بالاسلام، عايزين نكسر تمسك المسلم بالاسلام، دي خطه الغرب. والله يا اخواني اما جيت احلل كلام ملك الروم عبد الله لقيته خطه الغرب مع شباب امه محمد بالحرب، فلما ضربوه بالسهام قالوا له ولا تهزت شعره في راسه، قال لهم كده طيب احبسوه وجوعوه على الطشوط 3 ايام، لما يبقى هيموت من الجوع والعطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير وشوفوا بقى هيقدر يقاوم ولا لا. طب وانت يا ملك الروم مصلحتك ان شباب المسلمين يشرب خمور؟ مصلحتك ان شباب المسلمين يدخل على 500,000 موقع اباحه على شبكه النت؟ مصلحتك ايه؟ مصلحتك ايه ان بنات المسلمين يبعدوا عن حجاب امهات المؤمنين؟ مصلحتك ايه؟ مصلحته ان يبقى اسمنا مسلم في البطاقه بس؟ مصلحته زي ما بقول لكم انه يكسر عزه المسلم بالاسلام. فلما فعلوا عبد الله بن حذافه لو قدامه لحم خنزير بقى ماشي ومتقطع طرنشات على خمر بقى يعني بالتفور بقى هو، فقال اني لاعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، انا لي رخصه ده انا بموت، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شمتتهم فينا لما بوش يدخل على قنواتنا ويلاقي منظر نساء يعني مش عايزين نوصف وهم يرقصن، وقال لهم ايه ده دول بنات امريكا؟ قالوا لا دول بنات الاسلام. قال لهم بنات الاسلام هو المسلمين بقوا كده؟ اضربوا غزه بقنابل الفسفور، اضربوا العراق وشقوها 3 اجزاء، اضربوا السودان واذبحوها الشمال عن الجنوب، بنام المسلمين بقوا كده، بنام المسلمين بقوا زينا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. كم مره كم مرة شمتناهم فينا يا جماعة؟ كم مرة شمتهم فينا؟ كم مرة شمتيهم فينا؟ كم مرة يا جماعة شمتوا فينا بسبب معاصينا احنا؟ ملك الروم قال ايه ده؟ هو عامل لي فيها بطل ولا ايه؟ طب احنا هنستعمل معاه السلاح بقى اللي معظم الشباب الوقت ما يقدرش يقاومه، كل ما اكلم شاب في اي جامعة يقول انا نفسي التزم بس البنات اعمل ايه؟ كل الشباب يا ابني البنات، يا ابني ربنا، يا ابني الله، يا ابن حبيب قلبي احنا بكلمك في الجنة، هو انا بكلمك في بنطلون في فاترينة نفسك تشتريه ومعكش فلوسه، ولا في مادتين نفسك تطلع سليم منهم السنة اللي بعدها وشلتلك مادة منهم، ولا في فتاة نفسك تتجوزها ولكن اهلها وافقوا على واحد غيرك وانت زعلان؟ يا ابني انا بكلمك في مصيرك،
في مصيرك. ملك الروم قال بس احنا نعمل معاه الطريقه بقى الايه اللي قالوا له ايه. قال لهم ادخلوا عليه امراه من اجمل نساء الروم، بس هاتوا له واحده من ملكات جمال هوليود بتاعتنا ودخلوا عليه. فلما فعلوا خرجت المراه وهي تقول ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر، والله لا يدري اذكر انا ام انثى. ده ما بصليش، ده ما هوش عارف اصلا انا راجل ولا ست. يا اخواني في الله، بتقول اما ادخلتموني على حجر، ايوه لازم قلبي وقلبك يبقى حجر. لو الموضوع ده هيبقى جدار بيني وبينك، بينك وبين ربنا، لو المعصيه دي هتبقى بينك وبين ربنا، خلي قلبك حجر عشان ربنا، عشان ربنا يا شباب، عشان مولانا سبحانه وتعالى، عشان عز الاسلام. يا اخواني يا جماعه، انتوا بتحلموا بايه؟ انتوا نفسكوا في ايه؟ لما بتحط راسك على المخدة بالليل بتحلم ان الدين ينتصر، بتحلم ان الستة مليار واحد اللي على غير لا اله الا الله يدخلوا في الاسلام، بتحلم ان افريقيا تنقذ من الكفر، بتحلم ان فلسطين ترجع والعراق ترجع وجنوب السودان، بتحلم ايه؟ احلامك لعز الاسلام ولا لعز النفوس؟ فلما حصل كده ملك الروم قال احنا استنفذنا كل محاولاتنا السلميه، ما عادش ينفع بقى معاه غير اخر طريقه ايه؟ هاتوا قدر من الزيت المغلي ولعوا عليه، وهاتوا اسير قدامه وارموه في الزيت المغلي، لما لحمه يدوب وعظمه يطفو هيعرف ان احنا ما بنهزرش. فلما فعلوا بكى عبد الله بن حذاف لما لقى اخوه المسلم بيذوب لحمه في الزيت المغلي، قال له ايه؟ اتكسرت ولا ايه؟ استسلمت ولا ايه؟ اسمع بقى حبيب قلبي، اسمع بقى الكلام اللي كله نور. قال له ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتا لا اسبقه بعدها ابدا. يا نهار ابيض، مين فيكم يا اخواني بيتنافس مع صحبه صالحه معاه؟ مين اللي يواظب على صلاه الفجر؟ مين فيكم بيتنافس مع اخوانه؟ في مين الانشط في الدعوه الى الله؟ مين بتتنافس مع صحبتها؟ مين الانشط في قيام الليل؟ مين يا اخواني بيتنافس مع اخوه في ختمات القران؟ يا اخواني ترجع التنافسات. دلوقتي الشباب بيتنافسوا في ايه؟ الشباب بيتنافسوا مين اللي جاب اكتر اغاني للعمراوي او اكتر اغاني للطمراوي او مين اللي مجمع؟ يا جماعه احنا بنتنافس في ايه يا اخواني؟ بنتنافس في ايه؟ فلما يعني ملك الروم لقى كده قال لهم طب ارموه هو بقى في الزيت المغلي. فلما جاءوا ليلقوا عبد الله بكى، قال له يا عم انت اتكسرت ولا ايه؟ بتبكي ليه؟ قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحده تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. ملك الروم طبعا قابل نموذج اتكسر، ما هوش عارف يعمل ايه. تخيلوا طلب منه ايه؟ طلب منه طلب مضحك جدا. اخر طلب طلبه منه قال له طب قبل رأسي واطلق سراحك، انت هزقتني قدام الوزراء بتوعي وقدام الحاشية بتاعت انا بقى منظري اي كلام خالص. طب حتى بوس رأسي بوسة كده تطلع في الجرايد بكرة يبقى شكلي ما تهزقتش منك، يعني ردلي اعتباري. عبد الله بن حذافة حسبها كده، انا لو جيت ابوس راسك ممكن ارجع فيها، ما اقدرش، ولكن لو اطلقت كل من معي من اسرى المسلمين افكر. وافق ملك الروم وعاد عبد الله بن حذافة بكل اسرى المسلمين الى عمر بن الخطاب. فلما علم عمر بن الخطاب بالقصة قال عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. كل واحد فينا لما يقابل عبد الله بن حذافة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام يبص راسه يا جماعه زي ما سيدنا عمر قال لانه رفع راسنا. انا بتخيل واحنا رايحين على حوض النبي عليه الصلاه والسلام واحنا رايحين بنجري وعايزين نشرب من ايد النبي ونلاقي واحد شايل كبده وكبده متقطع وبيجري، ده مين ده؟ ده حمزه اللي فقد كبده في غزوه احد. ونلاقي واحد شايل ايديه متقطع وبيجري، ده مين ده؟ ده مصعب اللي اتقطع تحت الرايه وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام في احد. ونلاقي يا اخواني في الله، اخواني في الله، اين علو الهمة في نصرة دين الله؟ اين علو الهمة في نشر دين الله؟ الواحد لما بيشوف منظر سيدنا حرام بن ملحان وهو واقف في الاعراب بيدعو الى الله وبيكلم الناس عن ربنا ما هوش هايب، ما هوش مكسوف. الاخ مكسوف والاخت مكسوفة. يا جماعة انزلوا كلموا الناس، يا جماعة قولوا للشباب حاجة عن ربنا، يا جماعة الناس هتلتزم على نفسها. الناس عايزة ترجع تاني تسمع دين من اهل الدين، الناس عايزة اللي يكلمها ويذكرها بالله لوجه الله.
يا جماعة انزلوا واتكلموا. تلاقي لك انا مكسوفة فكسفوني, وده انا مكسوفة وفين كسفوكي. يا اخوانا انه لم يتمعر وجهه من اجلي. يا ابني يا بختك لو كسفوك عشان ربنا. انت لو تستاهل انهم يكسفوك كان ربنا خلاهم يكسفوك, بس يا ابني انت بتستاهلش. احنا لو نستاهل ان احنا نتكسف في الدعوة كنا اتكسفنا. ولكن يا جماعة احنا مقامنا اقل من هذا المقام العظيم, مقام يتمعر وجهه من اجلي انه راح يكلم الناس عن ربنا فالناس كسفته فوشه احمر من الكسوف. يا اخواني في الله كلمة عن ربنا بيقول لك مثل واحد مسافر سينا فطول الطريق صحراء فماسك كيس تمر وقعد ياكل التمرايه ويرمي النقام الشباك, ياكل التمرايه ويرمي النقام الشباك. راح قعد هناك 10 سنين وهو راجع لقى الطريق كله نخل, فبيقول للناس انا وانا جاي ما كانش فيه نخل, مين اللي زرع النخل ده؟ قالوا له انت. قال لهم انا, انا اللي زرعت النخل ده امتى؟ قالوا له النقى اللي انت رميته, المطر نزل رواه وبقى نخل. الكلمة اللي انت هتقولها ده ايه ومستقل بيها الواحد, او اللي انت هتقوليها لواحدة من النساء ربنا هيتعهدها في قلوبهم وهتبقى شجرة ايمان. يا اخوانا نتكلم عن ربنا. يا اخوانا علو الهمة فين؟ عارفين يا شباب, عارفين جفارة؟ شي جفارة عارفينه؟ شي يعني البرعم بلغة امريكا الجنوبية. الجفارة ما انتش عارفينه, جفارة اللي صاروا على التيشيرتات وعلى العربيات بتاعت الشباب, وفي محلات كنت نازل القاهرة لقيت افتتاح محل كبير مكتوب عليه جفارة. ده شاب من الشباب اعتنق الشيوعية. اعتنق الشيوعية ديت يعني بيقول لك لا اله والعياذ بالله, بينكر وجود الله. هو في انسان عقليته توصله لكده؟ هو في انسان يعني لو جبنا واحد من الشيوعيين دول وقلنا له احنا جبنا قرد وادينا له آلة كاتبة قعد يخبط كده كده اما طلع لنا قصيدة من الشعر الجاهلي, هيقول لك يا عم انت مجنون ولا ايه؟ تقول له امال الكون البديع المعجز المذهل ده جه ازاي؟ تقول له يعني نروح جبل برج ايفل فنقول للناس المبنى المهول ده اتبنى ازاي؟ فواحد يقول كان في جبل حديد هنا وحصل انفجار فجائي فالحديد اترتب وبقى برج ايفل, هيقول ده انتوا مجانين. هنقول له يا ابني امال الابداع اللي في كل حاجة في الكون ده ازاي جه؟ سبحان الله العظيم. هم يعني مخهم ايه؟ قالوا معك يا جفارة يا شباب اعتنق الشيوعية ونظر حياته لنصرة الشيوعية. شيوعية يا اخواني عشان تقوم في العالم في القرن اللي فات ملايين اتقتلوا في الاتحاد السوفيتي, ملايين اتقتلوا في المجر, ملايين اتقتلوا في اوروبا الشرقية, ملايين اتقتلوا في امريكا الجنوبية والعالم عشان الشيوعية, عشان المذهب الباطل يقوم. امال انصار الاسلام, امال انصار دين ربنا يضحوا عشان دين ربنا بايه؟ جفارة نظر حياته للشيوعية, راح كوبا عمل ثورة هناك مسكوا الحكم, قالوا له انت رئيس الجمهورية يلا بقى, عملك كل بالنجاح. قال لهم جمهورية ايه؟ انا ماليش دعوة بالمراكز, انا هعيش حياة انشر الشيوعية في الارض. وجاب تلميذ من تلامذته اسمه فيديل كاسترو خلاه هو الرئيس, فيديل كاسترو هو الرئيس, ولف جفارة الارض يدعو للشيوعية وهو بيعمل ثورة في بلد بعدها مش فاكر كولومبيا ولا بلد ايه, قبض حصروه قتلوه مات في سبيل الشيوعية, ضحى بروحه في سبيل الشيوعية. قلت سبحان الله احنا لو لفينا الدنيا وسألنا شباب العالم جفارة ما دينه هيقولوا دينه الشيوعية اللي عاش عشانها ومات عشانها. انا بقول لك دلوقتي انت يا ابني ما دينك ده سؤال من ثلاث اسئلة هتتسألهم في اول ليلة في القبر وهيتوقف عليهم مصيرك. ما دينك يا ابني مش معناه انت كنت بتصلي بالصوم ولا لا, معناها ايه الدين اللي انت عشت عشانه؟ ايه الدين اللي انت نصرته؟ ايه الدين اللي عشت عشانه ومت عشانه؟ يا اخواننا اهل الباطل بيضحى عشان الباطل, احنا ما بنضحيش عشان ديننا, احنا ما بنضحيش عشان الاسلام. اخواني في الله احد الدعاء الى الله سافر وسط افريقيا عشان يدعو, يعني احد اخواننا الشيخ امين الانصاري كان سافر برضه في افريقيا عشان يدعو, فبيوريني صوره هناك فواقف بيتصور في ظهر بركه كده وفي ظهره بركه مستنقع, فلقيت التماسيح طالعه عليه من الظهر, فبقول له يا عم ايه ده انت مش واخد بالك ان التماسيح في ظهرك ولا ايه؟ قال لي ما كنتش اعرف ده التماسيح كانت هتاكلني. هو مش عارف افريقيا دي يا جماعه فيها اماكن خطر جدا جدا. فالداعيه ده راح فلقى البلد ديت مفيش كهرباء بقى من المغرب, مفيش حاجه اسمها كهرباء في بلاد كتير جدا هناك, الميه يعني ممكن تتشرب بطنها, الناس عايشه في اكواخ بعوض وملاريا ومستنقعات. فالراجل قال بس بقى ده انا ايه, انا اللي عملت اللي محدش عمله للاسلام. وهو في القريه فوجئ بامراه بيضاء اللون زرقاء العين شقراء الشعر, قال لهم ايه دي؟ لا يمكن تكون افريقيه. قالوا له دي امراه اوروبيه جت هنا من 30 سنه, بقالها 30 سنة ضحت بشبابها وجمالها وفتن أوروبا وشهواتها وأموالها
ضحت بأوروبا اللي شبابنا بيموتوا في البحر المتوسط وهم بيحاولوا يدخلوها بطريقة غير شرعية عشان أموالها وعشان متاحها. ضحت بكل حاجة وبقالها 30 سنة عايشة وسط أهل القرية تشرب المية اللي بطنها تعيش في الأكواخ عشان تدعو أهل القرية لدينها. قلت سبحانك يا رب، إذا كان هذا جهد أهل الباطل لنصرة الباطل فأين جهد أهل الحق لنصرة الحق؟ اخواني في الله، السؤال اللي احنا لازم نسأله لنفسنا بس بصدق، احنا مصدقين ربنا يا جماعة؟ احنا مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا؟ احنا مصدقين ان في جنة ونار؟ احنا مصدقين ان في جنة عرضها السماوات والارض اعدت؟ احنا عاديين بنتكلم الوقت والجنة جاهزة، جاهزة ومعدة، بس مين اللي يسبق؟ زي الصحابة اللي كان بيقاتل في معركة وايده اتخلعت بضرب السيف ما عدا حتة جلدة فضلت ربطها ايده بكتفه، قاعد يقاتل بايده التانية وما فيش دراعه ده قاعد يطلع وينزل، فقام حاطط دراعه على الارض وضغط عليه بقدمه وخلع حتة الجلدة ثم امسك يده والقاها وقال اسبقيني الى الجنة، اسبقيني الى الجنة. يا اخواني الكلام ده حقيقي، يا اخواني الكلام ده هو اللي خلى الجيل ده يفتح نص العالم في 25 سنة. يا اخواني الكلام ده واللي خلى الجيل ده يفتح من افغانستان بل من الصين لحد مضيق جبل طارق. يا اخواني كانوا ابطال، كانوا شايلين قضية الدين بحق وحقيقي. لما بتدبر في موقف البراء ابن مالك وهو واقف قدام الحصن كده في غزوة اليمامة ولقى الحصن مقفول، الحصن ده هو اللي بين الاسلام وبين دخوله المكان ده، الحصن ده هو اللي بين الاسلام وبين اخضاع المرتدين. قال للصحابة شيلوني على ترس كده على درة وارموني جوه. ارموني جوه؟ انت بتتكلم ازاي؟ هو انت حاسبها زي ارموني هقاتلهم على الباب وافتح لكم الباب من جوه. انا حاسس بالعاطفة اللي كانت في قلب البراء ابن مالك، انا حاسس بعاطفة ان مش ممكن حاجة تقف قدام الاسلام على جثتي، ان الاسلام حاجز يقف قدام انتشاره في الارض. لا يمكن، لو الحاجز ده هو اللي بينه وبين الاسلام انا جسدي يبقى فداء بس الاسلام يتفتح ليه. العاطفة الرهيبة دي تجاه الاسلام كثيرا ما يعني الواحد يفكر كده. عارفين يا اخواني محل كنتاكي؟ عارفين كنتاكي؟ يا عم ما تترسمش، عارفين كنتاكي؟ احنا تعمل لي مش عارف كنتاكي؟ هو ممكن نتفاهم انت اكلت فيه ولا لا، انما عارفين كنتاكي. عارفين كنتاكي انتشر في الارض ازاي يا شباب؟ عارفين انتشر ازاي؟ بالدعوة الى كنتاكي. ان كنتاكي ناس اشتغلت في الدعوة في العالم كله. ايه يا عم انت بتقول كلام؟ مين اللي ده اشتغلوا في الدعوة الى كنتاكي؟ كنتاكي كان محل بينش الدبان من على الفراخ. واحد دخل كده قال لهم هاتوا لي اللي عندكم، جابوا له فراخ مقرمشه وكولسلو ومش عارف شويه الحاجات اللي ايه شويه الحاجات اللي حواليها ديت. فالراجل عجبه الوضع خرج حب الاكله، فلما حبها بجد كلم كل اللي قابلهم عنها، فالكل لما سمع عنها قال ايه اما اروح اكل تاني يوم. تاني يوم كله راح ياكل، اللي حب الاكله منهم خرج كلم كل الناس عنها. بالطريقه دي انتشر كنتاكي في الارض. الشاب اللي بيحب بنت وممكن البنت تكون يعني بمقاييس الدنيا ما فيش لها مزايا يعني، يروح لوالدته يقول لها يا ماما ده باب السمك فتح وهي نزلت منه، يا ماما ده دي المفروض كانت تبقى حوريه في الجنه بس سبحان الله ربنا خلقها في الدنيا عشاني، ياما لحد ما والدته تقول له يا ابني انا نفسي اشوفها، لانه بيحبها عرف يقنع اللي قدامه بيها. يا شباب الدعوه الى الله حب يا جماعة، اللي بيحب حد بيعرف يتكلم عنه. لو قلت لأي حد مننا تعالى كلمنا الوقت على العربيات، خدوا بالكم تعالى كلمنا على العربيات، هيمسك الميكروفون كأنه بقاله 20 سنة بيدرس كوميونيكيشن سكيلز ويمسك الميكروفون ويكلمنا على الفول اوبشنز والفول اوبشنز والميتاليك واللي مش ميتاليك والباور واللي مش باور، وهو ما عندوش عجلة اصلا بيركبها. انما لو قلت له تعالى كلمني عن ربنا هيتذبذب ويتهز وخمس دقايق ما يقدرش يكمل. ليه؟ لان احنا حبينا الدنيا فعرفنا نتكلم عنها، لو حبينا الدين كنا عرفنا نتكلم عنه. عشان كده يا اخواني يعني في ختام هذه الكلمه عشان اخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي بقى ايه يعني يشحذ عزائمنا تجاه نصر دين الله وتجاه الالتزام بطاعه الله. علو الهمه ده اكبر نعمه في الحياه يا جماعه، علو الهمة ده ما تفاضل أهل الدنيا والآخرة إلا بعلو الهمة. اللي طلع الأول على الدفعة واللي سقط الفرق بينهم علو الهمة طبعا برزق الله وقدر الله. القوام واللي نايم ورايح على الفجر الفرق بينهم علو الهمة. علو الهمة ده نعمة عظيمة يا إخواني، علو الهمة ده نعمة من أعظم النعم وأخطر النعم. عشان كده احنا عايزين نقف مع نفسنا،
هنعمل ايه يا اخواني؟ انا بتخيل ودي مسؤولية في رقبتكم امام الله، مسؤولية في رقبتكم. الدعوة الى الله يا جماعة ما ينفعش، ما ينفعش الدين يبقى واحد ماسك ميكروفون بيتكلم وناس بتسمع. يا اخواني ما ينفعش، انت مسلم اذا انت داعية. طب انا داعية اعمل ايه؟ ما بعرفش اقعد على منبر. ومين قالك ان مطلوب تطلع على منبر؟ ومين قالك ان الدعوة هي بس اللي قاعد ماسك ميكروفون على منبر؟ دعوة المنبر ده عايز واحد عنده علم وواحد عنده. انما يا ابني انزلوا للناس يا جماعة، كلموا الناس عن ربنا يا اخواني. هاتوا سيديهات اثرت فيكوا والتزمتوا بسببها من على النت وانسخوها وادوها للناس يا جماعة. اي كلمة والله العظيم كلمة بتقلب حياة انسان قولها وملكش دعوة وربنا هتعهدها. بتخيل يا اخواني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يطلع بقى على جبل الصفا ويصرخ في اهل مكة توبوا بقى واسلموا والكلام ده وينزل للناس، طب ما كان في حل تاني وبسيط وهيغنبنا المشاكل الرهيبة اللي حصلت بسبب طلعة النبي على جبل الصفا. لان بسبب طلعة النبي على جبل الصفا بدأنا الدعوة الجهرية والمقاتل اللي اتعملت للصحابة وقتل سمية وغطس وش عمار في المية وسحل بلال على الصحراء ورجليه مربوطة في خيل على الصحراء الملتهبة وكوي رأس خباب بالسيف وهو يعني بيلتهب نارا، كل ده كان بسبب طلعة النبي على جبل الصفا اللي هو خلاص نزلنا للناس. طب ما كان في طريقة تانية يا شباب وجميلة جدا وانا بالتالي انت هتوفوني عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب ورقة كبيرة كده ويكتب عليها يدعوكم محمد بن عبد الله الى حضور الدرس الاسبوعي في دار الارقم ابن ابي الارقم كل يوم خميس بعد صلاة العشاء، ويقوم معلقها على الكعبة. يا ترى الحركة البطولية دي كانوا عملوا ايه؟ ها واحد هيقول لي كانوا حرقوا الورقه فورا، واحد هيقول لي الورقه ده كانوا قتلوا الصحابه، واحد يقول لي ده كانوا ولعوا في دار الارقم. عارفين كانوا عملوا ايه؟ ولا حاجه، كانوا قالوا الف حمد وشكر ليك يا رب. ليه؟ ده منع عين اهل الباطل ان يبقى الدعوه الى الله قاعدين في مسجد. ده اسمها اللي احنا بنعمله ده اسمه دعوه الراغبين، يعني ناس بتحب الدين وجايه تسمع ربنا. كل واحد منكم وراء دراسه وراء اشغال وراء اسره وراء مسؤوليات، ومع ذلك حب ربنا باذن الله والله حاسبكم مخليه قاعد ومضحي عشان يسمع ربنا. انما دعوه غير الراغبين اللي قاعد على قهوه الوقت بقى مين اللي يوصل له؟ اللي قاعد قدام شو تايم الوقت، اللي قاعد قدام ميلودي، اللي قاعد قدام روتانا، اللي قاعد دلوقتي قدام برامج تعليم جاز وراب وميتال وروك، اللي قاعد قدام موقع من النص مليون موقع اباحي، ده هتعمل معاه ايه؟ هو منع عينه ان الدعوه تبقى اللي احنا بنعمله دلوقتي بس، الدعوه في المسجد وخلصت ما ننزلش للناس. فيعني اخ بقول له تخيل حبيبي لو كان النبي عمل الورقه دي كان عملوا ايه؟ قال لي كانوا قطعوا البانر على طول. قلت له بانر ايه يا ابني؟ ده كانوا جابوا بانر تاني جنبه شيك قوي وكتبوا عليه ويدعوكم ابو جهل وابو لهب لحضور الحفل الغناء الراقص الماجن كل يوم خميس بعد صلاة العشاء حتى الفجر. ولا واحد كان راح دار الارقم والكل كان ما ده اللي عملوا. اول ما طلع قناة الناس حصل ايه؟ يا النهار ابد، الشوارع مشغلاها والمحلات مشغلاها واللي مش ما عندوش تلفزيون اشترى تلفزيون عشان يشغلها. بس حبيبي وانت تتعب قلبك ليه؟ 3 4 مليار نعمل بهم شويه قنوات محترمه. كل الناس قامت وقع على القنوات الثانيه واللي فضل قدام القنوات الاسلاميه الاخ فلان والاخت فلانه ولا مضخه. هو مش تعبان، هو مبسوط، هو خلاكوا كلكم في مكان كده ويسيبوا الواقع بقى زي ما هو. يا اخواني في الله النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الطريق للدعوه هو النزول للناس، عشان كده النبي نزل ووقف على جبل الصفا ونم الناس وهتف بيهم وعارف تمن ده كويس، بس عارف ان مفيش بديل. عشان كده يا شباب، عشان كده ورقه ابن نوفل، انتوا فاكرين اصل انتوا فاكرين في ناس كتير فاكره ان التعذيب بتاع المرحله الجهريه كان بسبب ان النبي قال عليهم كفار. يا جماعه ده كلام وهمي، مش بسبب كده. طب ما ورقه ابن نوفل كان بيقول عليهم كفار ما عذبوش ليه؟ لانه ما نزلش للناس. طب ما زيد بن عمرو بن نفيل كان بيسند ظهره للكعبه ويقول لهم انتم كفار ولستم على مله ابراهيم، طب ليه ما قتلوش؟ لانه ما نزلش للناس. انما النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني يا احبابي في الله، النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان بيبذل مجهود في النزول للناس قاتل. احد الصحابه بيقول لك رايت رسول الله، وروايات كثيره، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى، قاعد يجري من خيمه لخيمه وهو يقول من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي، فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي.
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه رجل تقض وجنتاه لونه محمر وابيض وجميل كده، ملاب اسمه ملاب عشان كان شكله محمر، مش عشان كان شكله وحش او عشان النار. كان اصل الباطل ما تفتكروش ان هو لازم ابو حواجب مقلوبة بتاع افلام السيرة ده، لا ده من كماله سموها ملاب. ووراءه رجل تقض وجنتاه له غديرتان احول، وهو يقذفه بالحجارة حتى ادمى ساقيه وقدميه وعرقوبيه، وهو يقول لا تصدقوه إنه كذاب. ورسول الله لا يلتفت، لا يلتفت، لا يلتفت، ولا هم اللي شتم ولا هم اللي قال. صحابي تاني بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الأقوام في منى، فمنهم من يحثو في وجهه التراب. فاكرين النبي كان ينزل للناس يقولوا أهلا وسهلا أهلا، فمنهم من يحثو في وجهه التراب، ومنهم من يسبه سبا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، مكمل في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بينزل للناس بجهد قاتل، لأن النبي كان يعلم أن الطريق هينزل للناس، وأهل الباطل وراه ولا همه. لما اطرد من مكة سنة 10 مكية فجأة بره، طب بره ايه؟ طب اروح اجيب من بيتي حتى دب اركبها بره خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف يا جماعة، راح الطائف على رجليه مش اختيارا كده بس، النبي خرج مطرود من مكة عليه الصلاة والسلام. كان في استاذ في الجامعة في السعودية بقول له عايز اعمل رحلة من مكة للطائف باوتوبيسات مش رجلين، ولكن نقفل التكييف. قال لي يبقى عايزين ثلاث عربيات اسعاف فورانا عشان اللي يموت الاسعاف ياخده. ده اوتوبيس من غير تكييف، ما بالك النبي عليه الصلاة والسلام 90 كيلو على رجليه. 90 كيلو يا اخواني، كلام مش هزار، يعني مش من اسكندرية لا 90 كيلو على رجليه. في الطريق قابل 27 قبيلة، كل قبيلة يدخل يدعو الى الله ترفض النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل على اللي بعدها. ال27 رفضوه، دخل على الطائف 9 ايام يلف على البيوت ويلف على النوادي، النوادي اللي هي زي القهاوي الوقتي والنوادي والتجمعات بتاعت الناس والمجالس بتاعت الناس وآلية القوم، يلف على النوادي. في الاخر مش عارفين يطردوه ازاي، جابوا الاطفال والعبيد كل واحد مسك كبشة حجارة وطلعوا يجروا ورا النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد لو اتصور من فوق كان خلع قلب الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام خارج وكلهم ورب يقذفوه بالحجارة لحد ما أدموا قدميه. النبي عليه الصلاة والسلام وخارج، تخيلوا لو النبي بدل ما يرجع من الطائف في المنظر الرهيب ده، بدل ما يرجع من الطائف على مكة، رجع من الطائف على ساحات الجامعة بتاعتنا، رجع من الطائف على البلاجات بتاعتنا في الصيف، أو بلاجات الساحل الشمالي، أو الديسكوهات اللي في مكان الفلاني أو المكان، رجع من الطائف فتح النت بتاعنا وشاف المواقع، رجع من الطائف فتح القنوات بتاعتنا وشاف قناة كذا وقناة كذا، رجع من الطائف شاف البنوك الربوية في كل شارع، رجع من الطائف شاف الكوافرات الحريم في كل شارع، رجع من الطائف شاف ثياب النساء بتوعنا، رجع من الطائف. تخيل لو النبي رجع من الطائف كلنا جرينا عليه، يا رسول الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام الحق يا رسول الله، ده شتموك في امريكا، ده عملوا فيلم بيسيء اليك في امريكا. النبي عليه الصلاه والسلام واحنا بنكلمه بنقول له الحق يا رسول الله، جنبه اعلان سينما كبير كده بيبص عليه، لقى واحد مركب دقن كبيره كده زي دقن النبي عليه الصلاه والسلام، ولابس غطاء راس زي النبي عليه الصلاه والسلام، ولابس قميص ابيض جلابيه بيضاء زي النبي عليه الصلاه والسلام، وكاتب جنبه الارهابي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه ده؟ ده فيلم مين اللي عامله؟ ناس مننا؟ يعني انتوا بتتكلموا على الفيلم بتاع امريكا وما بتتكلموش على هنا؟ يا اخواننا متى تجرؤوا على رسول الله؟ لما احنا الاول اتجرأنا عليه، لما احنا شفنا ربنا بيعصى وسكتنا، لما احنا شفنا حرمات ربنا بتنتهك وسكتنا، لما احنا شفنا ديننا بيطهن فيه وسكتنا. اخواني في الله امانه في رقبتكم، انتوا هتتسالوا عن شريعه ربنا زي ما هتتسالوا عن الصلاه والصوم. اخواني في الله، اخواني في الله، موسى ديان قال محمد ما تخلف بنات، عايزين نقول محمد عليه الصلاة والسلام حي وخلف رجالة هيطبقوا شرع ربنا وهيلتزموا بدين ربنا. اخواني في الله، لو واحد منكم خرج بالمسجد دلوقتي لقى واحد حاطط مصحف على الارض وبيدوس عليه بقدمه مش هيسكت. الوقت حرمات ربنا بيداس عليها، شريعة ربنا بيداس عليها. عايزين نوقظ الناس، عايزين نفوق الناس، عايزين ندعو الى الله. عايزين يا جماعة ما بتعرفوش تتكلموا على ربنا يا شباب، تعرفوش تنزلوا انت في شغلك وانت في دراستك وانت في سكشنك وانت في كليتك وانت في محاضرتك وانت في تجارتك وانت في السوق وانت
تعرفوش يا جماعة كلنا نتعهد على الدعوة إلى الله. جماعة الموضوع في غاية البساطة والله العظيم. شباب أمة محمد بيموت على إيه الوقتي؟ اللي بيقولوا له قول لا إله إلا الله عند الموت، قال له ما تنفعني بإيه وأنا عمري ما سجدت ولا سجدة واحدة. اللي بيقولوا له قول لا إله إلا الله عند الموت، قال له ما أعمل بها إيه وأنا عمري ما سبت معصية إلا وعصيته بيها. الشاب اللي هو بيموت قالوا له قول لا إله إلا الله، قال لهم هاتوا لي فلانة حبيبته اللي بيحبها. قالوا له قول لا إله إلا الله، قال لهم هاتوا لي فلانة. جابوا له حبيبته، قعدت قدامه مسك إيدها وقال لها بحبك ومات. فأكتر لحظة كان محتاج إنه يقول بحبك يا رب، فأكتر لحظة كان محتاج إن قلبه يبقى مع ربنا فيها. شبابنا بيموتوا على إيه يا جماعة؟ شبابنا بيموتوا على إيه؟ دكتور عبد الرحمن ها؟ ويعني يعني هياخذ الكلمة مني وأنا آسف إن أنا أطلت عليه، ولكن يعني موضوع له الهمة، موضوع مدمي للقلب يا جماعة. والله العظيم الواحد قلبه بيدمع وبيلف في جامعات مصر مع إخواني ومشايخ من الدعاء إلى الله، وبنقول للصحابة سيبوا المعاصي. الواحد بيحس إنه مخنوق. إحنا لسه هنا؟ إحنا لسه بنقول للشباب سيبوا المعاصي؟ مفروض إن إحنا نقول لهم قوموا انصروا دين الله، قوموا يا رجالة الإسلام، قوموا يا دم قلب الإسلام، قوموا يا أغلى ثروة للإسلام في الأرض، قوموا يا طاقة الإسلام، قوموا قوموا انصروا دينكم، قوموا عيشوا عشان دينكم، قوموا واعلوا وارتفعوا عشان نصرة الإسلام. دكتور عبد الرحمن الصغير كان في بلد من بلاد، قالوا له أم ابنها مات قبل امتحانات الليسانس بشهر، راح يعزيها، دخل لها المرأة صابرة والله حسيبها، ولقى أصحابه قاعدين منهارين من البكاء على جنب، دخل يعزيهم، بدأوا يفتحوا له قلبهم ويقولوا له صاحبهم مات إزاي؟ قالوا له إحنا كنا سهرانين قبل امتحانات الليسانس بشهر، بنذاكر في نص الليل، واحد اقترح نجيب فيلم من نص مليون موقع إباحي اللي على شبكة النت، اللي الصين الشيوعية منعتهم وقالت بتدمر الإنتاج. واحنا لسه فاتحينهم هنا، جابوا الفيلم اتفرجوا عليه، صاحبهم شهوته ثارت، دخل الخلاء ليقع في العادة المسمومة، في العادة السيئة، عشر دقايق، تلت ساعة، نص ساعة، يعني مخرجش، نادوا عليه ما ردش، خبطوا عليه ما فتحش، كسروا الباب دخلوا، لقوا صاحبهم ميت، وآخر حاجة قابل بها ربنا هذه العادة السيئة. آخر حاجة قابل بها ربنا هذا الفيلم اللي اتفرج عليه من المواقع الإباحية. شاب كنت واقف معاه بوعظه، شاب بيشرب مخدرات واقف مع فتاة ما بيصليش بوعظه، مرضاش ينتصح، بعد 72 ساعة مات في أوفر دوز ومع أصحابه على الطريق، لما عرفوا انه مات في جرعة مخدرات زي ده رموه على الطريق وطلعوا يجروا. الشباب اللي بيموت على جرعات مخدرات، الشباب اللي بيموت قدام المواقع الإباحية، الشباب اللي بيموت وبيقع في العادة السيئة في هذه العادة السرية، الشباب اللي بيموت على معصية ربنا، الشباب اللي بيموت على الساحل الشمالي، اللي مات والعربية بتاعته طارت اتطبقت حواليه في الحادثة بقت كرة صفيح، قعدوا 3 ساعات ينشروا بالمنشار عشان يطلعوه، 3 ساعات وهو بيصرخ من جوه، مات قبل ما يطلعوه الله يرحمه، وهو بيصرخ من جوه وبيقول انا مش عايز اموت كده، مش عايز اموت كده. سبحان الله، طب لما انت مش عايز تموت كده عشت كده ليه؟ شبابنا بيموتوا زي اللي بيموتوا ما بيشربوا الخمور يا جماعة، قدام بوابة 2 مارين، بوابة 2 في مارينا، واتنين شباب طيورين طلقة وشنطة العربية كلها زجاجات خمور، يعملوا حادثة قدام بوابة 2، مات الله يرحمهم فورا، وزجاجات الخمر تناثرت في كل مكان، دمهم جري على الطريق جنب الخمور، الاتنين غطوا عليهم بغطاء والاتنين بيسيروا جنب بعض. شبابنا بيموت على ايه؟ في ظل غياب شريعة ربنا. شبابنا بيموت على ايه؟ في ظل انتشار الشهوات. يا جماعة ما ينفعش نسكت، ما ينفعش تبقى بتزعم انك بتحب ربنا وتشوف كل المعاصي دي وانت ساكت، ما ينفعش تزعم انك بتحب الاسلام وتشوف الشباب عاد عندهم كل الشبهات دي وعاد عندهم البعد ده. يا جماعة الشباب الوقت عايز حد ياخد بايده، شاب الوقت عامل زي واحد بيغرق في مستنقع وانت واقف على قدام البير، انت بتغرق، انت هتروح في 60 مصيبة. يا عم انا عارف اني بغرق، يا عم انت يا عم مديلي ايدك، مدوا ايدكم للناس، انتوا دخلتوا بيت ربنا وعارفين طريق ربنا وسمعتوا عن ربنا وعارفين الطريق، مدوا ايدكم للناس. ما انتش فاكر كلمتين سمعتهم في درس الليلة؟ اخرج قولهم لأي حد. يا اخوانا مدوا ايدكم لخلق الله. يا جماعة ده ديننا. انا مش بكلمك على، انا بكلمك على دينك، على الاسلام. قال الحسن البصري يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب
هذا خذلني. حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام: يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر. مين فيكم اللي هيزيل غربة الإسلام واستصحابه، اللي هيزيل غربة الإسلام في شغله، اللي هيزيل غربة الإسلام في بيته وعيلته، اللي هيزيل غربة الإسلام في شرعه، اللي هيزيل غربة الإسلام في كليته ودفعته؟ مين فيكم اللي هينصر دين ربنا؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ربنا يسددكم وربنا يفتح عليكم وربنا يبارك فيكم. يعني وعايز دكتور عبد الرحمن يعني يتحفنا كده، عشان معلش يا إخواني، معلش يا حبيب قلبي، لا الناس، انا عايز دكتور عبد الرحمن كده يتحفنا يا اخواني، عشان بعد كده نرفع ايدينا وندعي ربنا سبحانه وتعالى لعله ربنا يستجيب.